اهلا بيك مصر المحروسه. عاوزه ايه من الفن؟ هل الشهره؟ هل النجاح؟ تحيه شهداء 25 يناير. انا ادعو الشعراء جميعا الى محبه الشعر. الشاعر والإعلامي محمود شرف واحد من المكرمين اليوم في مؤتمر أدباء مصر في دورته الاستثنائية اللي انعقدت في القاهرة. أقول لك كل سنة وانت طيب وألف مبروك. ربنا يبارك فيك يا أستاذ ياسر، متشكر جدا. يعني إيه تكريم لشاعر؟ ماذا يعني؟ هو تكريم كإعلامي، أنا عارف كتكريم إعلامي، بس أنا هقول تكريم كشاعر إيه؟ أنا بالتأكيد أنا فيوصلني السؤال، إنما عايز أقول لك إنه التكريم في حد ذاته كفعل يعني مهم جدا في حياة أي بني آدم، لأنه أنت بتحس وبتشعر إنه في مردود لما تحاول أن تقدمه، في إحساس بالمجهود اللي أنت بتبذله، قل أو كسر هذا المجهود يعني أو اختلف عليه أو اتفق عليه، في الأخير هناك من يشعر بك، هناك من يقدر ما تحاول أن تصنعه من حولك، من خاصة على صعيد الشعر. يعني الشعر زي ما أنت عارف وأعتقد كل السادة المتابعين يعرفوا أنه الشعر لم يعد له نفس المكانة الموجودة في السابق، فبالتالي حينما تكون هناك جائزة وتمنح لك بصفتك شاعرا فأعتقد أنها ترفع من روحك كثيرا وتدفعك أماما نحو المزيد من الإبداع ونحو الاجتهاد أكثر على نصك الشعري. ماذا عن الشعر؟ طب ماذا عن تكريم الإعلامي في هذا الوسط اللي بيموج عاوز أقول بعداء كبير للإعلام؟ والله للأسف الشديد يعني من يعني مش عايز أقول من المآسي، إنما عايز أقول إنه بالفعل هناك فجوة تتسع يوما بعد الآخر بين الشارع وبين الإعلام بشكل عام. كان في البداية هذه الفجوة بين الشارع وبين الإعلام الرسمي، الإعلام المملوك للدولة، وأكد على صفة الدولة يعني أو الإعلام القومي بالضبط. الآن الأمر أصبح أكثر خطورة، هناك هذه الفجوة تزداد أيضا بين الشارع وبين حتى الإعلام الخاص، يعني لأنه المتلقي قادر وعنده فطنة وعنده من الفطنة ومن الذكاء ومن الكياسة يعني أن يقيم الرسالة التي تؤدى إليه. ففي الأخير أصبح في الفترة الأخيرة أصبح هناك تهيج بالفعل للرأي العام، هناك اصطياد في الماء العكر كما يقولون، هناك محاولات دؤوبة من بعض الإعلاميين، مش عايز أطلق المسألة، محاولة منهم طوال الوقت لتفجير أزمات لكي يفيدوا منها على الصعيد المادي. للأسف الشديد أنت تعرف أنه الإعلام اختلط بالإعلان بشكل فج في الفترة الأخيرة. أنا بشكل شخصي حينما يكرمني المؤتمر هذا العام أفخر وأتشرف بأني أنتمي إلى مؤسسة الإعلام الرسمي للدولة، كما أشرف أكثر أيضا بأني أنتمي إلى قناة نيل الثقافية، هذه القناة التي لم تكن يوما من الأيام بوقا لا لسلطة ولا لحاكم ولا لأي مرجعية بخلاف ضميرها المهني وبخلاف يعني إيمانها بالرسالة التي قامت وتأسست القناة من سنة 1992 على أساسها أو من أجلها. وأنا شهادة حق أقول أن قناة النيل الثقافية واحد يعني أحد المنابر المهمة جدا اللي احنا كنا بنتكلم فيها يعني بسقف عالي جدا، لدرجة أن البعض كان يظن أنها لا تتبع الإعلام القومي. لكن أنا عاوز أقول لحضرتك هناك إذا كان هناك بعض الصحب في الفترة الماضية، أنا بعتقد أن هناك أمطار غزيرة تنتظر الإعلام بشكل عام والإعلام الثقافي بشكل خاص. نعم. حضرتك شايف الرؤية إزاي في ظل هذه الأمطار المتوقعة؟ أعتقد يا أستاذ يسري حضرتك متابع جيد للواقع المصري الآن، لا يخفى على أحد إطلاقا أنه إذا لم نراهن على الثقافة كأداة أولى يجب أن نتملكها جيدا لكي نخرج مما نحن فيه من أزمات وكبوات متوالية، فأعتقد أننا لن ننجو من هذا الفيضان العاتي الذي يواجه الوطن في هذه اللحظة الفارقة في الحقيقة. أنه طوال الوقت إذا لم تعر الثقافة اهتماما ولم تعلي من شأنها وتقدرها وتضعها في الموقع الصحيح لها، وأن تفيد من المثقفين الموجودين في البلد، أن تفيد من أفكارهم ورؤاهم وأطروحتهم التي يتداولونها طوال الوقت ولكن في حلقاتهم الضيقة بعيدا عن الرأي العام
العام الأوسع، وبعيدا عن حتى دائرة صانع القرار. صانع القرار يختبئ خلف أقنعة وخلف يعني يتمترس في الحقيقة خلف سلطة، ويبتعد كثيرا جدا عن نبض الشارع الذي فقط يلتقطه بدقة متناهية المثقف. إذا لم نهتم بالإعلام الثقافي فأعتقد أنه لن نستطيع أن نتقدم خطوة إلى الأمام. ألفت إلى أنه نحن لا نأتي بأي خطوة ولا أي تحرك جاد نحو هذا الأمر، نحو تملك إعلام ثقافي جيد. حتى الإعلام الثقافي الموجود لدينا نحن نهمله إهمالا شديدا. يعني تعال انظر كيف هو حال قناة النيل الثقافية الآن. حال قناة النيل الثقافية يعني للسادة متابعي مصر المحروسة يعني من يعني مزري إلى أقصى درجة على كل الأصعدة، الصعيد المادي، صعيد الإمكانيات، صعيد الاهتمام نفسه. يعني مثال سريع جدا، إذا كان هناك حدث ما زي حدث هذا الحدث مؤتمر أدباء مصر، يعني مؤتمر العام لأدباء مصر يعني موجود، وهناك عربة إذاعة خارجية واحدة اللي بتستطيع فنيا يعني تنقل الأحداث على الهواء، وهناك مؤتمر صحفي لمطرب مع احترامنا الشديد لكل المطربين أو لفنانة أو لكذا، فيغطى المؤتمر الصحفي وقناة النيل الثقافية لا تستطيع أنت يعني تأخذ هذه السيارة لكي تنقل نشاطا ثقافيا وأدبيا مهما كمثل هذا. ناهيك عن الاستوديوهات المتواضعة جدا اللي بائسة يعني حاجة فعلا تتخلي الواحد يخرج عن شعوره. يعني إذا كنا لا نهتم بما نمتلك في أيدينا، فهل تعتقد أو هل من مؤشرات أننا نسعى إلى تحقيق المزيد؟ يعني التهميش هل سيستمر في الفترة القادمة ولا سوف نندم حتى على لحظات التهميش التي نعيشها الآن؟ والله هقول لك على حاجة، يعني إذا كان التهميش سيمنع عنا أحادية الاتجاه فأنا مع التهميش. يعني إذا كنا لن نتمكن من امتلاك المزيد ولن تفتح لنا طاقات أكبر وآفاق أوسع وسيتم تضميننا جميعا عبر صوت واحد، فأعتقد أن حالنا كده يبقى أفضل. أنت شايف إيه؟ حالنا كده أفضل. أستاذ محمود، أخيرا، من الذي أفاد من؟ الإعلامي أفاد الشاعر أم الشاعر أفاد الإعلامي محمود شرف؟ أعتقد أنه الشاعر هو الأساس. يعني أنا دخلت إلى التلفزيون سنة 98 وأنا شاعر، يعني كان عندي الديوان الأول صدر 97، دخلت إلى التلفزيون بعد صدور الديوان الأول. فإذا كان هناك من أفضلية أو من فضل لشخصية من الشخصيتين إنجاز التعبير، إذا كنت دكتور جايكل يعني، فأعتقد أنه الشاعر هو الذي أفاد الإعلامي. أيضا هناك إفادة من الإعلامي للشاعر، لأنه الإعلام كما تعلم يمنحك كثيرا من الحركة والحرية وحضور الفعاليات والأنشطة والتفاعل مع الآخرين والنجومية والعلاقات والرؤية الثقافية صعبة. ليه الثقافية؟ أنا كنت يعني أقول بغبط نفسي يعني كواحد من المقربين لهذه القناة على الأقل وجدانيا إن أنا لما كنت أفخر بها وأنا في أي ملتقى خارجة أقول إن إحنا عندنا قناة النيل الثقافية بكل هذا الكم الهائل من الحرية، من مساحات الحرية رغم فقر الإمكانيات. لو رجعت كلماتك ستجد أن بها كلمة مهمة جدا في السياق ده، كلمة خارجية. تعرف أن نسبة مشاهدات قناة النيل الثقافية بالخارج في محيط الوطن العربي نسبة عالية جدا. نحن نذهب بالفعل إلى الدول العربية، نذهب إلى المغرب، إلى الجزائر، إلى قطر، إلى البحرين، إلى أي دولة من الدول العربية تجدون نجوما بالفعل. إنما في مصر تسير في الشارع فلا يعرفك أحد، لأنه بالأساس هي الأزمة أزمة واحدة بالمناسبة، هي مترابطة، يعني هي نقاط تتجمع في الأخير لتكون رابطة واحدة. الأزمة أزمة الثقافة بشكل عام في المحيط المصري، في داخل الوطن المصري هناك أزمة ثقافية حادة يعانيها المجتمع المصري إذا لم يلتفت أولو الأمر في القادم لهذه القضية. أعتقد أننا سنخسر كثيرا، وأؤكد مرة أخرى يعني ثانية وثالثة ورابعة أنه في إطار التنوع وإطار زخم تعددي. يا رب يلتفت القادم إلى كل هذه الهموم ولا يغمض عينه نهائيا حتى
نحسد أنفسنا على هذا اليأس وهذا الهامش وهذا التهميش وهذا السواد الذي نحياه الآن، فيكون بالنسبة لنا جنة الله الموعودة. شكرا، شكرا أستاذ محمود. شكرا أستاذ.